السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالناس اللي كتبغي سعد مغربي لشخصيتها. بنات، الفيديو الاخير اللي نزلت هادي ولا بلح، يمكن التعاليق اللي كيجيوني عليه يعني في شي شكل نوضي دافعي على الحاج، كنتسناوك دافعي على الحاج. وقفي اختي مع الحاج، عفاكي راه قطعنا قلبنا. وقفي مع الحاج كيف هذا اخر، وقفي مع الحاج كيف عهدناك ديما، يستحق مسكين الطرفينا، عيب ولدو يبقى يحق الفيديوهات اللي تيسبوه في المنتدى. بغيناك انتي وفاطمة بريس توقفوا مع الحاج، وامل نهضروا. بغينا فيديو المسانده ديالك مع الحاج وامل. بغيتوني نهضر؟ اوكي، تهضروني اختي. دافعي على الحاج عافاك، وزيد راه ما فيا، ما نزيد نفتش لان كان اوكي. المهم، بغيتوني ندافع على الحاج. كتستفزوا فيا باش نوض نهضر. عطيت فيديو ديالي، يعني واحد الرساله شرحه نفسها، الموقف ديالي من هذا الشيء. انا هذا كله شنو هو الموقف ديالي انا كسعاد مغربي؟ انا ما كندافع على حاج، ما كندافع على بنت الحاج، ما كندافع على مرات الحاج، لا على ولد الحاج، لا على مرات ولد الحاج. انا ملي دافعت وضرني قلبي على هذه الظاهره هذه اللي بغات تتفاشى وبغات تدير تطلع ديما في الطوندونس ديال سخط الوالدين. ضرني قلبي على الوالدين، بغض النظر يكونوا دايرين اللي داروا هذوك والدين. وملي كنت كنهضر كنت كنقول راه انا ماشي كندافع على الحاج كشخص، او على السيده الزوجه ديالو، على شخص بحكم انني عندي معه شي علاقه ولا شي مصلحه ولا شي حاجه. انا كنهضر بصفه عامه اون جينيرال. انا الوالدين ما كنبغيهمش يتقاسوا، ومن بالاحرى من الابناء ديالهم. اوكي، غتهضرونا، خرجتونا نهضروا، انا غادي نهضر. احنا مسحين الكباه، احنا قلبنا الفيستا، احنا اصلا ما كناش لابسين شي فيستا باش غادي نقلبوها. انا ماشي من دوك اللي كيضرب بطر والبندير ويطلع في العماريه الحاج، ولا غيطلع لكم في العماريه شي واحد اخر. راه سميتي سعاد مغربي، اللي دخلوا عندي من شي طرف هي دابا يخرجوا عليا ماشي بلاصتهم هنا، لانني انا بحيت كنشوف شي حاجه مخالفه للمنطق ما كتدخليش في الراس ديالي، لانني كنفكر كيجيني راسي كنفكر بالمنطق، كيجيني راسي عندي شي حاجه بالمنطق غلابه، ماشي 100%، ولكن دائما كيعجبني الميل للمنطق، لا لوجيك. على من غادي ندافع انا دابا؟ على من غادي ندافع؟ على الحاج. ضد من اللي ما عارفينش نتوما بلي ان الحاج راه ما عندوش غير مسخوط واحد. اللي بلاصتهم ماشي هنا يلا يشبروا ويديزابوني ويخرجوا بحالهم من هنايا. الحاج ما عندوش مسخوط واحد، الحاج عنده جوج مساخط. وي، كيفاش جاتكم هادي؟ عمرها ما قالها لكم شي واحده. الحاج عنده جوج مساخط كيلعبوا به. كنت قلت لكم داك النهار كيلعبوا به بلاي جيمز. دابا نخليو الطرف الاخر اللي هو الزوجه ديال الابن، خليوها بعدوها، مع انها حتى هي طرف يعني اللي عنده يد كبيره حتى هو في هذا الشيء. هذا الحاج كيلعبوا به ولادو، زائد مرات ولدو. الحاج من ديك الناس اللي دقه قديمه، ياك انا تحليلي، غنعطيكم تحليلي، اللي بغاه بغاه، اللي ما بغاش يقوع عليا جو اوت. صافي، بغيتوني نهضر انا غادي نهضر، غادي جاب لكم الله، غادي نطلع الطر والبندير وندير الجلاله للحاج. اوكي، انا كنشوف الغلط، انا بغيت نسكت، راه هضرت شحال هادي وليت هضرت
وقلت شيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، وكيعكس باللي ان المبتغى من هذا الشيء كله ماشي الوردات ولا سخط الوالدين ولا حتى شي حاجه. وي كاينه سخط الوالدين كاينه، ولكن اللي طاغي اكثر وهو المصلحه، مصلحه هاد الناس. وفين ما كتشوف المساله تبهرجت وخلقوا فيها يدين ورجلين، عرف بلي انها من موراها شي حاجه. علاش هاد الناس غادي يخرجوا لنا السوشيال ميديا الا كان هاد اليوتيوب ما كيخلصش فليسات وبالملايين؟ اوخو بحال قالي فتحوا لي عويناتكم، اليوتيوب كيخلص بالملايين، وهاد الناس كيلعبوا على هاد الشيء، هذا كيلعبوا بالمشاكل ديالهم باش يربحوا الملايين. انا دفعت على سخط الوالدين، لان تما كاين سخط الوالدين. وي كاين سخط الوالدين. الولد في الاول بداوها لعبه، الولد مع الام والاب على القناه ديال مرات الولد، باغين يطلعوها، باغين كذا، باغين كذا. بان لينا في الاخير بلي ان حتى البنت عندها مصلحتها هي كبيره في هذا الشيء هذا كامل. وانا شوف اللي كيدخل عليا شي قفه يجي ويقطع لي، سمعتوني؟ واللي عنده شي لي زابوني ديالو جاو من عندي، حيتاش وانا واحد النهار هضرت، هي دابا go out الباب. يبقى معايا اللي كيبغيني انا الشخصي سعاد مغربي. انا ما كننزل فمي الا على الحاجه اللي كنشوفها لوجيك منطقيه وكتبان لي هكذا واضحه وضوح الشمس في نهار جميل كنبقى نتفرج فيها ونتمعن فيها. يجيب لكم الله راني ناعسه على يدي، ولا راني باغيه نغتنم الفرصه عاوتاني فين نوض عاوتاني ندوي على الحاج عاوتاني وانيما القناه شويه لهنا كيف انيمي باباها بالامكان ديالي. هذه خصكم تكونوا متاكدين منها. بالامكان ديالي نمشي نعظم ونمجد ونجلل في ناس ما كتسواش غير باش نطلع قناتي حتى انا، كيهمنيش جمونفو. ولكن انا داكشي اللي كنفكر به نبغيه يوصل لكم. حسنوا التفكير ديالكم شويه، ركبوا التفكير ديالكم شويه، وكونوا اذكياء شويه، وعرفوا تاخذوا راس الخيط. راس الخيط حلوا خيوط القصه، ولا اللي بغينا نقولوا هاد المتاهه هادي، عرفوا كيفاش تدخلوا وتخرجوا منها وتخرجوا بكونكليزيون ولا استنتاج، لانها متاهه في الاخر وما غيعرفني غير الذكي، لانها متاهه. كتعرفوا ديك انا كنت قلت لكم واحد النهار ديك بلاي جيمز، قلت وطاحت عليا غير مجرد انني كنت كنهضر معكم قلت بلاي جيمز، يعني انا ما كنخطط لا فيديو ولا كنخطط شنو غادي نقول ولا بلاي جيمز. كنت قلت لكم هاد الناس كيلعبوا بالوالدين ديالهم بلاي جيمز. صدق ماشي غير السيد ومرته هما اللي كيلعبوا بلاي جيمز، حتى البنت لانها المستفيد الاكبر. وباش تشوف الانسان باغي يتمادى في هاد الشيء هذا ويطلع الفيديوهات للطوندونس، اشهارات حاطين على بعضياتهم القرص، حد القرص هذا هذا كيضحكوا علينا باش يطلعوا هما في الطوندونس. هذه معروفه، يعني شوف هذه خصكم تكونوا متاكدين منها، هذه متاكدين منها خصكم تكونوا مليون بالمليون، سمعتوني؟ لان انا غادي نقول لكم علاش. شكون اللي كيستغل شكون اللي كيستغل الحاج وحمد؟ شكون اللي كيستغلهم؟ حمد كتستغلو مرتو والحاج كتستغلو بنتو، هادي عمركم ما فكرتو فيها ياك؟ وهانا جيت نطرحها عليكم اليوم، غادي نتقاسم معكم الفكره ديالي. تقول لي سعاد شحال شيطانه، شحال شيطانه. وي لان كاين الانسان في هاد، مادام انا طاحت عليا هاد الفكره وانا غير بنت الناس، انا غير بنت الناس، فانتوما تصوروا هاد الناس هادو كيفاش هما شياطين. تصوروا انتوما كيفاش هما شياطين. انا مكذبش عليكم، كيفاش نفسر هذا هو الواقع. مابقاوش ندرقوا حنايا ديك الشميسه بالغربال، الغربال كله مشكوك، عطوا راه يدخل الشعب، فهمتوني؟ اللي كيستغل الحج هو رانيا. رانيا كتستغل علاش؟ لان عندها مصلحه، كتمانيبولي في الاباء ديالها، باغيه تنافس لان عندها مصلحه، وباغي المنافسه مع من؟ مع مرات خوها وخوها. مرات خوها وخوها حتى هما عندهم مصلحه، فشنو كيصبح؟
كيصبح حمد مستغل من الزوجة ديالو. كذلك كاينه شي حاجة مشتركة بين حمد والحاج في الآخر. كيدهن عظيم إيه؟ استنتاج. كيدهن عظيم، قول رب كريم، كيدهن عظيم. الأخرى عندها مصلحة في القناة والثانية عندها مصلحة في القناة. الأخرى كتلعب بالأب ديالها والأخرى كتلعب بالزوج ديالها. القسم المشترك بين الحاج وحمد عندهم شي حاجة في الجينات، واش الطيبوبة الزائدة، واش السذاجة الزائدة، واش مغفلين، واش عاوتاني قول لي كنسب. انا ما كنسبش، يعني مغفلين واش زعما عندهم شي حاجه ديال السذاجه، نيه، يعني بحال اللي كنقولوا حنايا نيه على نيتهم، يعني بنادم غابوا هالو مقدم وزايد. قولوا لي عاوتاني كتعاين كنعالج هادي كاين. كنقولوا حنا كنقول لك مالك انت بوهالي ولا كيفاش عم قدم. كيدهن عظيم هادوك جوج ديال الاوانيس والسيدات اللي كانوا مع بعضياتهم في الدار وحده، اللي هو اللوسة ومرات الابن، كانوا عندهم منافسه. انا غندير قناتي غندير قناتي، انا نخرج معاك لا ما نخرجش معاك، الا خرجت معاك فتخلصيني. هما دائما هما ديجا عندهم ديك البركان، كان ولكن ديك البركان كان هامد، كانوا باقيين ما شموش ريحه الفلوس. ولكن فوقاش غادي يفرقعوا لنا حنايا الدلاله حور الرمامن؟ منين غادي يشوفوا الفلوس؟ وقعت منافسه شرسه جدا جدا. الضحايا ديالها يقدر يكون حمد ويقدر يكون عجبو الحال. شوفوا راه ما كنقولش انه يقدر يكون مغفل وسادج حتى لهاد الدرجه، يقدر يكون مستغل حتى هو الظرف وعجبو الحال، يكون انه مستخدم او لا مسيطر عليه من طرف الزوجه ديالو. كذلك الحاج يقدر يكون مغفل بزاف بحيث انه كيخلي بنته تحكم فيه كما بغات، وفي نفس الوقت يقدر يكون هو عجبو الحال. ولكن الراس المدبر والرؤوس المدبره هما هاد الانسات والسيدات والسادات. هاد السيدات هادو، هاد صاحبه القناه المليونيه والمليون والنصف، ويا اخرى اللي في طريق النصف مليون. سمعتوني؟ لان عندها دابا 300,000 والزياده راه باغيه توصل نص مليون. داكوغ، شافوا الفلوس وقالوا هنا غادي نضربوا ضربتنا. حنا ما بقينا عارفين واش هاد الشيء باتفاق بين الطرفين، لانهم دابا كاينه قنوات كبيره تتطاحن، واش انهم اغتنموا الفرصه وكانوا عندهم مشاكل في صمت وفي الخفاء، وحتى واحد ما كيجيب لهم الخبر، ياك حتى الناس ديال مدينه القنيطره ما كانوش كيجيبوا لهم الخبر. دابا علاش دابا 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 بالخصوص حتى ريحتهم عطات؟ علاش؟ حيت الماده هنا، الماده تطغى. ثم تصوروا الى كان اليوتيوب، وغنقول لكم وغنعاود لكم، تصوروا نتوما الى كان اليوتيوب ما كيخلصش، غادي نشوفوا هاد الناس هادو في هاد الظاهره هادي. ردوا عليا في التعليق، ردوا عليا، غادي نشوفوهم ما غادي نشوفوهمش؟ اذا شني كيصبح الفيديو ديال ديك النهار شرح كل شيء، المتاجره بالحياه الشخصيه وشكون اللي عنده المصلحه هي صاحبه القناه المليون والنصف، وصاحبة القناة اللي غادية في الطريق ديال نصف مليون. هادو هما راس الحربة، هادو هما راس الحربة. سمعتوني؟ وانتوما اللي كتفرجوا متتبعين يعني غافلين على هادشي هادا كله، ولاش كترجعوا؟ كترجعوا لينا انتوما، عاجبكم الحال، انا عارفاها شي، انا راه عارفة بلي انتوما عارفين هادشي كذوب وعارفين هادشي كله على قبل الفلوس، ولكن كتلعبوا دور السدج، دور الهبل، دور انكم مهمكمش. المهم نتوما كتفرجوا، ولكن ما كتبكيوش العقايب من هذا الشيء هذا كله، لانه كيأثر على المجتمع ديالكم بالاول. اما حنا ربي حنن علينا، خرجنا من ديك المغرب، ومع ذلك خرجنا من ديك المغرب وحنا عندنا غيره عليه. انا ما نبغيش تركت خوتي دير بحال هكداك. سمعتوني؟ على اي حاجه، المهم من دابا من فوق تكون موضه جديده. شكون خرجوها لنا؟ شكون اللي خرجنا هذه الموضه الجديده؟ مساخيت ولاد الحاج، ما بقاش عنده غير مسخوت واحد. ما قدكم الفيل نزيدكم الفيله. قالك ما تقولوش مسخوت، شنو غادي نقول للحبيب ديال القلب المرضي الغزال او لا الاخرى حتى هي اللي كتلعب بالوالد ديالها وتلعب بباها؟ حنا عارفين الحب ديال الاب لبنته الوحيده،
وشوفوا الاب دائما كتكون عنده بنته بناته. انا با كانوا عنده 5 البنات وولد واحد، وكانوا عنده البنات كل وحده من الحب ديالها كيبغيهم، كيبغي البنات، وكان كيقول لك مصاب وكان ربي عطاني كثار من البنات، ياك بزاف ديال البنات. الاب دائما كيكون عنده البنت كيبغيها، والبنت دائما كتبغي الاب ديالها وكتقدر تاثر عليه. البنت عندها تاثير كبير على الاب ديالها من ناحيه ديال التفكير، والناحيه السيكولوجيه البنت كتاثر على باها بالعاطفه، كتلعب له على ديك العاطفه. حنا هذه عارفينها ومتاكدين منها 100%. بغيتوني نهضر وانا هضرت، هذا هو كلام الحق، واللي ما عجبوش كلام الحق يغبر شقفت كمالته من عليا. ما بغيتش انا معايا المنافقين واللي حاسبني انا بصحه الكبه. بزاف عليكم هيهات ثم هيهات. لو كان بغيت نمسح الكبه كون مسحتهم القنوات فين واصله، مع انهم ما كيسواوش للاتهم انا، ولكن انا كيعجبني نخرج نقول لكم شنو كاين. بغيتو بغيتو ما بغيتوش عاودوها لراسكم. نهضر انا كنهضر ومن حقي نهضر، واللي كيعرف با يمشي يدعيه، واللي كيدخل لي شي كفه يجي يقطع لي. هذا هو بيت القاصد. السيده عامله قناه والاخرى عامله قناه، ياخا كتاثر على الزوج ديالها والاخرى كتاثر على الاب ديالها. وراك يا صراعات، وراك يا شوها، وراك يا ظواهر جديده فاسده للمجتمع وفاسده لابنائنا وفاسده للاسر ديالنا. فما تستغربوش ملي غتموت هذه الظاهره هذه، وما غتموتش دابا، لان يا اخي خصها تصبح قناه مليونيه بنت الحاج، خصها ترجع قناه مليونيه في ظرف قياسي، والاخرى خصها تبني فيلل وتعمل صالونات في طنجه وفي سيرو سيرو سير، والاخرى خصها تعمل ماركه ديالها. عندهم تحديات كبيره بيناتهم، وانتم يا بوهبوج انتم الضحايا، انتم الضحايا. تفرجوا لي على قلبكم وبردوا لي على بقلبكم، ودخلوا كتبوا لنا بردتي لنا على القلب، والله يعطيك الصحه. والصحه هي هذه، الحقيقه هي هذه. راكم ملعوب عليهم، راكم مضحوك عليهم، صفقوا لهم. انا ما كنقولكمش ما تفرجوش فيهم، تفرجوا فيهم نتوما، صافي وصلتوهم تفرجوا فيهم، ولكن عندكم تبكيو منين يدور واحد الوقت، يدور واحد السنه والسنتين، وتبكيو عقايبكم، يوليو وليداتكم يديروا بكم بحال هكذا، يديروا لكم بحال هكذا، وتشوفوا ظواهر كثيره بحال هكذا. هذه راه ظاهره مشينه بالمجتمع، هذه مشينه بالمجتمع الظاهره هذه. ما خصهاش تكون في لي ريزو سوسيو، ما خصهاش تكون. سمعتوني؟ راه في الدوزيم منين كيعملوا ديك مختفون ولا الخيط الابيض، كيعمل كيكتب لك ا بارتير دو 18 طون، 18 طون بلوس اولا بلو 18 طون، يعني واحد المحتوى ما مسموحش به للاطفال الاقل من سن 18، يعني خصو يكون، سمعتوني، يعني هاد المحتويات بحال هيدا كيكونوا محتويات كتادي المجتمع، كتضر المجتمع. وحنا كمجتمع مغربي واخا ما عايشينش معاكم كتجينا الغيره، بغيناش هذا الشيء يتفاشى في المجتمع. حنا دائما كان معروف علينا الترابط الاسري، دائما كانت عندنا الحميميه في الاسره، دائما ديك المشاكل ديال الاسره ما كانوش كيخرجوا على باب الدار دائما. وباقي الحال لحد الان الحمد لله وشكرا لله في الشمال، في النواحي ديالنا، انا كنعرف الشمال ما عايشتش في باقي المغرب، باقي عندنا ديك الترابط الاسري، باقي عندنا ديك الحيه والحشمه، باقي عندنا ديك صوتنا ما يخرجش للدار، باقي عندنا مشاكلنا ما يعرفهاش البراني، باقي عندنا وباقي عندنا وباقي عندنا. هذاك هذيك هي الاسره المغربيه المترابطه، هذاك هو المثل اللي كيضربوا بنا الكوال وكيضربوا بنا شعوب اخرى. نعطيكم واحد المثال، انا راجلي قوري وانا عندي ولدي مع الزوج ديالي الاول. راجلي اللي قوري ما كتبليش نولد معاه وليدات، فراجلي القوري، القوري اللي هو افكاره قوريه، قوري يعني خلق هنا كبر هنا، قوري على يد يما وبابا وجدودو، كيقول لي، كنقول له انا الفكره ديالكم كتعجبني في الترابيف هذه، كتعجبني افكاركم، بعض المرات كتعجبني افكاركم، كتعجبني كيفاش كتعاملوا مع ولادكم، لان كنشوفهم كيفاش كيتعاملوا مع ولادهم، ولادهم كيفاش كيتعاملوا معاهم. عندكم يجيب لكم الله الكوار والنصارى واليهود غادي يعملوا بحال اللي درتو نتوما لباكم يا ولاد الحاج، غنبقاو نسميهم غير بساخط ولاد الحاج، مشات عليهم. عندكم يجيب لكم الله يعملوا هكذا لوالديهم، واخا يكون عندهم مال قارون،
ما يعملولوش بحال هكذا. هاد الشيء كيعملوا غير الدناء او الفقر وحب المال اللي عندنا في المغرب. هاد الشيء اللي كاين راجل اللي كنقول له انا بغيت نربي ولدي على الطريقه ديالكم زعما لكوادك الشيء متفتح وهادي 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 وهادي، تقول لي لا سعاد ربي على الطريقه ديال الاسلام، ربي على الطريقه ديال المسلمين كيف كبرتي نتينا من الاحسن. سعاد كيقول لي ربي لا حسن ربي على الطريقه ديال المسلمين كيف كبرتي نتينا وكيف كنشوفك كتعامل مع الوالدين ديالك وكيف كنشوفكم ملي كنهبط للمغرب الاحترام وبوسان اليد والراس ونبكي لها من الوالدين ديالي ونعيط لهم دابا ساعه كيشوفني كنهضر معاهم يوميا فهمتيني. قال لي لا سعاد ربيهم على داكشي ديال المسلمين. يعني انا عطيت اكزومبل من واحد المجتمع، انا عطيت اكزومبل زوين، نتوما دابا كتخربوا ديك ليكزومبل اللي هو زوين وكتعطيونا واحد الاكزومبل اللي باغي نتوما تردوها ظاهره وتردوه مذهب يمشيو عليه الشباب. لا قال لك غير خليه الوالدين حتى هما ما خصهمش يكونوا، حتى الوالدين خصهم يديروا خصهم يفعلوا. ها نتحداكم نتحداكم نتوما اللي كتقولوا هذه الكلمه هذه، واش غادي ديروا لوالديكم نفس ما دار بهاد الناس هادو كيلعبوا بيهم. انا بعدا غادي نلتمس العذر للحاج والحاجه لانهم ناس كبار، غنلتمس العذر وغنقول ناس كبار وتضحك عليهم من بنهم وبنتهم فقط لا غير، هما اللي كيعرفوا شنو هي السوشيال ميديا، هما اللي عندهم تطاحن، هما اللي عندهم صراعات. ف انت يا احمد وانت يا فلانه ما بغيتكمش انا تعطيونا اكزومبل من الشباب ديالنا بهاد الصوره هذه اللي هي سخط سخط بالبند العريض، يعني سخط بمعنى الكلمه. كتلعبي على باك وياخر كيلعب كتلعبي عليه مراته، كلكم عاملين فضيحه للاسره ديالكم العائله ديالكم باش تكبروا قنواتكم باش ديروا مشاريعكم. ينعل باباهم وجد والدين اصل والديهم هذه المشاريع، فهمتوني؟ واخا يكون واحد كبر في الفقر المدقع درش هذا الشيء، هذا هذه قله اصل قله عفه قله ترابي. اه للاسف يمكن ما عرفتوش تربيو، كتقولوا نتوما ربيتو ولكن ما ربيتوش، ربيتو الخلا بحيث انهم يخرجوكم للسوشيال ميديا هكذا على اخر ايامكم فولدتو الخلا. هادشي اللي غادي نقول لكم انا فقط لا غير، بغيتو رايي هذا هو رايي. السلام عليكم.